ابدا تنقشر المسيحية. بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. معاكم قناة الملكة والامير، موجودة مع تاج المخدرات اسرار جديدة ومفاجآت خطيرة تكشف عن المسيحية المخفية. ندى صبحي، انظر كيف يحاول الكل او البعض انكسار او كسر المسيحية. ندى صبحي زكي خليل تغيبت منذ 10/6، يعني بقالها شهر ويوم ولم تعد بعد، وتم اختار قسم الدخيلة وحرره محضر بالرقم الإداري اللي هو 6286/2024، وكانت غائبة عن الثامنة ونصف صباحا من يوم 12/10/2024 كما شاهدتها كاميرات المراقبة في الشارع، حيث نزلت كعادتها بينما أطفالها نائمون لتنزل وتشتري الطعام للمنزل من السوق، وكان مع رقم الموبايل الخاص بها 0-122-44-13-758، والذي ظل مغلقا حتى الآن بعد اختفائها. لم تأخذ أي من مجوهراتها الذهبية أو أي مال من خزانتها أو أي من ملابسها الخاصة، نجد عشان واخده شنطة تجيب لعيالها الأكل. Maybe image of ticket stub and taxi. ندى صبحي زكي خليل فاقدة الأهلية، كيف ذلك؟ فهي بعد سنوات من ولادة طفلتها الأولى أصبحت وفاقدة الأهلية، وعانت من مرض مزمن يسمى الصرع. هذه القبطية ندى صبحي زكي خليل 25 سنة، ربت منزل، لا تعرف القراءة أو الكتابة، متزوجة منذ 10 سنوات من الأستاذ عماد أشرف مكرم الله، وهي أم لطفلين. الطفل ملك عماد أشرف 9 سنوات، فهي سنة ثالثة ابتدائي. الطفل مارك عماد 4 سنوات وماي بي إيميج. ما مريضة تعاني من الصرع المزمن. مريضة تعاني من الصرع المزمن، بينما كانت ندى صبحي زكي خليل 25 سنة حامل بابنتها الكبرى ملك 9 سنين، أصيبت بجلطة دماغية أثر تسمم الحمل ودخلت في غيبوبة طويلة. بينما كانت تعالج في مستشفى، كانت ندى صبحي زكي خليل 25 سنة حامل بابنتها الكبرى ملك 19 أوائل، أصيبت بجلطة دماغية أثر تسمم الحمل ودخلت في غيبوبة طويلة، وكانت تعالج في مستشفى الراعي الصالح العناية المركزة بمحافظة المنيا، حيث كان منزل الزوجية بقرية الطيبة بمركز سمالود بمحافظة المنيا، وتم نقلها بعد ذلك إلى وحدة العناية المركزة بمستشفى الراعي الصالح بشبرا مصر لمواصلة علاجها، حيث أدت هذه السكتة الدماغية إلى إصابتها بالصرع المزمن، وتخضع لعلاج عصبي ونفسي ومن الأدوية التي تتناولها يوميا حتى الآن. ندى صبحي زكي خليل 25 سنة تقضي أشهر الصيف في منزل العائلة بحي العجمي الهانوفيل، المساكن الصينية بمنطقة أم زغيو قسم الدخيلة غرب الإسكندرية. ليه التفاصيل دي كلها؟ يعني احنا منضحش البنت، حرام عليكم، مقال يعني سيء جدا. وبالقرب من المساكن الصينية بمنطقة أم زغيو كنيسة مريمينا والبابا كرولوس أم زغيو، واللي كاتب الكلام ده شخص مسيحي يعني، وأب اعترافها وأدس أبونا القس بابلوس، وهي مداومة على التناول من الأسرار المقدسة. ندى صبحي زكي خليل تعاني من المرض، وعلمنا الآن أنه تم القبض على حاسين السيد شعبان في قرية الطيبة بمركز سمالود بمحافظة المنيا، وأنه يشكل خطرا حيث أنه مسجل خطر بلطجة وتجارة مخدرات، وهو الذي اختطف. وأخفى ندى صبحي زكي خليل تعاني من مرض الصرع، وهم الآن في عهدة مديرية أمن المنيا تحت إشراف العميد علاء مختار مدير مكتب السجل القبطي قطاع الأمن الوطني بمديرية أمن المنيا، حتى يتم عرضهم على النيابة صباح الغد.
وأكدت التقارير أن قوات الأمن تمت القبض، ألقت القبض على حسين السيد من قرية الطيرة وسط سملوط الأنشطة الإجرامية. عودة ندى، وبعد ساعات قليلة ستعود الزوجة ندى زكي إلى أسرتها ومعها الطفلان. كيف بعد وما يحدث من هذه الأمور؟ وما السبب في القول بأن الشخص هذا الشخص هو يعني يعمل كذا؟ طبعا أمور حزينة وأمور يعني تسيء إلى هذا الكلام. وأكيد ندى يعني عارفة، نقول نطلب من ربنا ان ربنا يشفيها ويجعل دايما طبعا يعني نقول ان شاء الله خير بإذن الله، وربنا يجعل هذه الإنسانة دايما في سلامة ويبعد عنها الشر. وطبعا ندى صبحي وسامية مكاريوس أمهات والأسر تستغيث. كمان عايز أقول إن اختفاء ندى صبحي زكي لم يكن الوحيد هذا الأسبوع، بل سبقه اختفاء سامية سامي مكاريوس 25 سنة برضو متجوزة وأم طفلين، جون 5 سنوات وجوليا 3 سنوات من محافظة أسيوط قريبة قرية نجع رزق. تم إعداد محضر برضو بالاسم، وجاءت التعليقات وردود الأفعال. ربنا موجود وقادر يرجعها بالسلامة ببركة أم النور الأنبا كراس والشهيد باجوش وأبو سبين. قد تكون هناك صور لشخص واحد وابتسام. حالة اختفاء جديدة أيضا بالإسكندرية. حالات الخطف والموت المفاجئ غير المبرر قبل الجواز أو الخطوبة، زي ما كانوا بيموتوا في الحمام بعد الفرح رجع تاني. انتبهوا بحولكم. للأسف متابعات الحوادث دي أرى أن الرجالة السبب الرئيسي اللي بتشوفه كل يوم، الراجل او الاب اللي يضرب مراته او بنته ويجلها وهي مش بتلاقي حد يرحمها ولا كنيسة تنصفها. بيجي الشيطان يستغل ضعفها واحتياجها للراحة من العذاب. يا ريت نربي ولادنا تربية المسيحية فيها رحمة، مش تعاني علشان هو راجل وفاكر نفسك ان انت راجل ولازم تأذي ولازم تعمل ولازم تسوي. كل الكلام ده غير منطقي بالمرة، لكن بنطلب من الله أن يرفع عنا الوباء والغلاء وأن يعطينا السلام والمحبة. يا رب خليك معنا في كل لحظة وكل دقيقة. حافظ على رئيسنا عبد الفتاح السيسي، وحافظ على البابا تودروس بابا بطريرك الكرازة المقصية. كل الشكر والحب والتقدير ليكم. سلام الرب يكون معكم.